أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. نجاة فرقة الروك الأمريكية من الموت المحقق بأحداث فرنسا. سامح حسين أو الممثل الكوميدي يصل العالمية بالسينما الأمريكية. سيلين ديو تتعاون في ألبومها الجديد مع جون جاك جولدمان بعد سنوات على وفاة ميرلي مورلو. الضابط يعترف بقتلها. بوسي شلبي محتجزة في باريس وسبب الهجمات الإرهابية. تسريب رسائل الأميرة ديانا إلى حبيبها الضابط فماذا قالت؟ كشفت عدد من المواقع الفنية العالمية نجاة فرقة الروك الأمريكية من الموت وذلك بعد مهاجمة المسلحين أمس خلال إحيائهم إحدى الحفلات في باريس وفرنسا، حيث دخل المسلحين من أبواب متفرقة وقتل عشرات الموجودين واحتجزوا رهائن، إلا أن الفرقة الغنائية الشهيرة هربت من أبواب الكواليس. حضر المخرج العالمي من هوليود لمصر وبحث عن ممثل كوميدي بمواصفات خاصة ليكون بطل لفيلم أمريكي، فشاهد كل الفنانين المصريين، لكنه عندما شاهد الفنان سامح حسين في شخصية رمزي بمسلسل راجل وست ستات قال وجدتها، فاختار المخرج العالمي الفنان سامح حسين، الأمر الذي يثير غيرة الفنان أشرف عبد الباقي فيحاول مقابلة المخرج هو الآخر، إلا أن المخرج الهوليودي يصر على ترشيح سامح حسين فتحدث بينهم مشكلة وأزمة جديدة. أعلنت المطربة العالمية سيلين ديو أنها ستعود إلى فرنسا من أجل إحياء حفلين ضخمين في 24 و25 يونيو 2016 بباريس لتقديم أغاني ألبومها الجديد باللغة الفرنسية، والذي من المقرر أن يطلق في مارس 2016 وتتعاون فيه مع جون جاك جولدمان. وحددت سيلين ديو مارس 2016 إذا صارت الأمور بشكل جيد وطبيعي. قرر الضابط البريطاني جيمس الصديق المقرب أو الحبيب للأميرة ديانا بيع الرسائل التي تلقاها منها في عام 1988، حيث كانت تربطهم علاقة قوية وتم تسريب بعض رسائل الأميرة التي تسرق القلوب. قالت في إحدى رسائلها: أجد أنك شجاعا جدا لتحملك هذه المرأة المجنونة. وفي مقطع مسرب آخر قالت: أتمنى ألا تكون صدمت بي أو أصبت بخيبة الأمل. تواجد الإعلامية المصرية بوسي شلبي حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كتبت أمس عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: في تفجيرات وضرب نار في باريس، الواحد يروح فين بس ربنا يستر وارجع مصر. بعد 52 عام على مقتل النجمة العالمية الخالدة ميرلي مورلو، اعترف ضابط المتقاعد نورمان بأنه من اختالها بأمر من إدارة وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA. وبكده بكون انتهت نشرتنا الفنية، كانت معكم وجيدة عبد اللطيف أخبار اليوم.